نفس المعنى بنتابع. سائلة تقول أنا في قلبي كسر من ناس ظلمتني جدا، والله أعلم بالخير الذي كنت أبذله لهم، لكن لم أرد أن أقطع الرحم بيننا وأتعامل بصورة عادية، لكني تأذيت جدا جدا وعاجز عن مسامحة أشخاص بأعينهم، وأتمنى إلى أن أموت أني لا أتقابل معهم ولا أراهم أمام عيني. مش عارفة دي ميزة ولا سيئة. الله سبحانه وتعالى يعلم بما في قلبي من وجع وألم. لما نتذكر حول هذه المعاني حتى نرفع همة الصفح في قلوبنا، نقول لها يا أمة الله، العفو والصفح شأن النبلاء الأجلاء، ما زال عبد بعفو إلا عزة، وما أثقل جرعة الغيظ التي تتجرعينها في ميزان حسناتك يوم القيامة. وقد سبق حديث ابن عمر، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. حديث سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. لماذا؟ لأنه قهر النفس الأمارة بالسوء، والنفس مجبولة في مثل هذا على الانتقام والمجازاة بالإساءة. ولهذا كان ذلك من هدي الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق طعن في عرضه، نيل من ابنته أم المؤمنين عائشة من قبل ابن خالته مصطح، وكان ينفق عليه لقرابته وحاجته، ثم خاض في حديث الإفك في عائشة، فغضب عليها أبو بكر غضبا شديدا، ثم أقسم ألا ينفعه بنافعة، ألا ينفق عليه شيئا أبدا، ألا ينفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل عليها ما أدخل. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. يوم القيامة نادى: أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ما أجمل قول المقنع الكندي يقول، اسمعوا الأبيات الجميلة هذه: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. نعم أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى مصر أتيتهم شدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والود، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. الحياة يا أمة الله قصيرة، ليس فيها ما يستحق كل هذا العناء والنصب. شرح الله صدري وطيب الله عنك.